السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم تحلية الخوخ والبنان. شنو المقادير؟ عندنا جوج بنانات، وحده خوخ، سترات الحليب، سكر سنيدة، ميزينا، الفانيليا. من بعد ما قشرته الخوخ والبنان غنطحنوه مولينكس، من بعد درتو في الكاس مولينكس، غنطحنو بالكاس الحليب، نطحنو ان شاء الله. من بعد ما طحنتو ولا بهذا الشكل نزيدو الحليب، نزيد ثاني، ثلاثة معالق السكر سنيدة، ثلاثة المعالق ديال الميزينا، واحد جوج، نحركو حتى يطيب حتى يعقد ان شاء الله. من بعد ما طفيت عليه يولي بهذا الشكل، نفرغوه حتى الكيسان، بسم الله، نديهم ان شاء الله يبردو ونزينوهم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، كتجي بهذه الطريقه، كتجي عاقده بحال الفلو، بارده ومنعشه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وما تنسوناش باللايك. السلام عليكم، الله يعاونكم.